حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. قال خبراء اقتصاديون ان هناك فرق سعر كبير بين العرض القطري والعرض الايراني لتزويد العراق بالغاز لحل ازمه الكهرباء. هذا واظهرت وثيقه نشرها احد الخبراء الاقتصاديون فرق سعر العرض القطري والإيراني والصادرة من وزارة الكهرباء عام 2015 تكشف أن العرض القطري أقل من العرض الإيراني، يوفر أيضا على العراق 9000 دولار يوميا على اعتبار أن متوسط استيراد العراق من الغاز الإيراني يبلغ 30 مليون متر مكعب يوميا. قال النائب السابق جاسم البياتي إن أحد أسباب ضعف الدينار وعدم استقراره في الأسواق العراقية هو قرار إعادة صرف الدولار مقابل الدينار من 1470 إلى 1320. وبيّن البياتي أنه لا توجد دولة تتخذ خطوة كهذه وتقوم برفع قيمة الدينار مقابل الدولار بهذه النسبة الكبيرة، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تكون العملية على مراحل. وأشار البياتي إلى الوضع الذي بات محيرا بالنسبة للمواطن العراقي، فلا هو قادر على الحصول على الدولار في الأسواق المحلية ولا حتى من الحسابات البنكية، لافتا إلى أن الدينار يمر بمرحلة عدم الاستقرار. حدد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي العشرين من الشهر أو من شهر تشرين الثاني العام القادم موعدا أوليا لإجراء التعداد السكاني العام، وبين أن الموازنة المالية المخصصة لتهيئة المتطلبات بلغت 100 مليار دينار فقط كنفقات للبنى التحتية ومراكز البيانات والتطبيقات لكونه تعدادا سكانيا الكترونيا، مشيرا ان الوزاره بحاجه لمبالغ ماليه اضافيه لتغطيه كافه مراحل اجراء التعداد. كشف موقع اكس باتستان العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم ان اربيل اغلى في تكلفه المعيشه من بغداد بنسبه 7%. الموقع يقارن في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات والأنشطة الترفيهية، وأصدر مؤخرا أحدث تصنيف له للعام 2023. ووفقا للموقع فإن نسبة ما يدفعه السكان في أربيل من مبالغ على الطعام أكثر ب 3% مما يدفعه السكان في بغداد، فيما يدفع سكان أربيل على السكن أكثر من 20% مما يدفعه السكان في بغداد. قال مدير إعلام هيئة السياحة في كردستان العراق إبراهيم عبد المجيد إنه منذ مطلع هذه السنة وحتى 30 من شهر حزيران زار مدن شمال العراق أكثر من 4.5 مليون سائح، أغلبهم من محافظات العراق الأخرى. وأشار عبد المجيد إلى أن عدد السياح الذين زاروا كردستان العراق بلغ أكثر من 3 ملايين سائح في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، فيما ارتفع العدد في نفس الفترة من السنة الحالية إلى أكثر من 4.5 مليون سائح. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.